في تكساس بدأت اليوم الاثنين محاكمة إيدي ري روث المتهم بقتل كريس كايل الجندي السابق في البحرية الأمريكية وصديقه شات ليتلفيلد في حقل الرماية التابع لمنتجع جلين روز تكساس قبل عامين. محامي الدفاع سيجهد في إقناع المحكمة وهيئة المحلفين بأن روث كان يعاني من اضطراب نفسي بعد خدمته في العراق وفي هايتي، لكن شقيقة روث أعلنت عبر الهاتف أنه اعترف لها بقتله رجلا. بعض المراقبين يخشون أن يؤثر فيلم القناص الذي يحكي قصة كايل على قرار هيئة المحلفين، فالقاضي جيسون كاشن أكد أنه لن يستبعد المحلفين الذين قرأوا كتابه أو حضروا الفيلم. فكريس كايل هو أشهر قناص في تاريخ الولايات المتحدة العسكري، وقال في كتابه إنه خلال خدمته مع الجيش الأمريكي في العراق قتل 255 رجلا بينهم امرأة واحدة، فلقبه العراقيون بشيطان الرمادي.